الشيخ معي الأخ عايد من العراق، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على سيد المرسلين على محمد وعلى آله. شيخنا الكريم، أنت عايد أولا، أنت عايد ولا حسن؟ أنا عايد، وأنا حسن، وأنا هسرو، وأنا عمر، أنا عراقي. تفضل. لكن إذا بدأت المداخلة أو الاتصال بكذب فما يأتي بعده مشكلة لا يمكن أن نقبله. أخي الكريم، أنا لست أكذب، ولكنكم عندما أقول لكم حسن تقطعون الاتصال، عندما أقول لكم هدر تقطعون الاتصال. تفضل. أنا أريد جواب من الشيخ، ورجاء لا تتجاهل أسئلتي، كل مرة تتجاهل أسئلتي ولا يجاوب الشيخ الكريم، لأنها مغرضة وليست حقيقية. يا حسن، يا عمر، يا عايد. أخي الكريم، السؤال لك الآن، تفضل. ما هو موقفكم من الخليفة الأموي يزيد وما فعله في كربلاء؟ يزيد بن معاوية أمير المؤمنين بايعه المسلمون بعد وفاة أبيه بيعة شرعية، بايعه المسلمون بعد موته بيعة شرعية في آخر العهد له من أبيه، واتفق المسلمون على بيعته، فهو خليفة وإمام من أئمة المسلمين ولا شك في ذلك. أحسن. والآن شيخنا الكريم، ألو. نعم. والآن شيخنا الكريم، فما وقفك في قول الذي ذكر في مسند أحمد وذكر في صحيح البخاري في كل الكتب، أن الحكم بعد رسول هذا الإمام الحسن 30 سنة، الحكم 30 سنة ثم يصبح ملكا عوابا، ويقول لا يجوز الحكم للطلقة ولا ابن الطلقة؟ مش واضح سؤالك، مش واضح. هنالك حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يجوز الحكم لا للطلقة ولا لابن الطلقة. ما له أصل، ما له أصل. معاذ رضي الله عنه وأرضاه من مسلم فتحه، هو صحابي جليل وإمام أول ملوك الإسلام، وأبو سفيان من خيار الصحابة. أحسنت. كل هؤلاء من خيار الصحابة رضي الله ورضاهم. وإذا السؤال الأخير لك وأختم مداخلتي، ألم يقول الرسول الكريم يا عمار تقتلك السائل باغي، أليس معاوية باغي؟ باغي؟ إيه. لا، معاوية إمام عادل ليس باغي. أذن الرسول يكذب؟ إمام عادل رضي الله ورضاه، أول إمام عادل، أول ملوك الإسلام رضي الله وأرضاه، كاتب الوحي، خال المؤمنين. لا يجوز يكون في قلبي غل على معاه ولا على ابنه، يجب أن نحبه، ولكن صحابي جليل نحبه لأنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدين وأمانة. إذن هل رسولنا يكذب؟ حاجة وكل. إذا كيف قال عمار قتله معاوية؟ إذا معاوية باغي؟ أبدا، لا، حاجة وكل. من قتل عمار بن ياسر؟ صحابي جليل، من سب معاوية قد أخطأ. من قتل عمار؟ يا أخي، معاوية صحابي جليل لا إشكال. أيوة. من قتل عمار بن ياسر؟ ما دع في هذا الشيء، معاوية إمام جليل. لا تهرب. من قتل عمار بن ياسر؟ تخسى يا كذاب يا حقير. سماحة الشيخ أعطاك من وقته ما لا تستحقه، فكيف تقول عن أنه يتهرب من إجابتك؟ أنت لست أهلا للمداخلة وللحديث والاستماع إلى سماحة الشيخ. أنت بهذا تقر أن متى ما أعطيت الفرصة يعني تكشر عن أسنانك العفنة وعن وجهك القبيح، كما أنتم دائما أيها الرافضة في 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 فسقكم وكفركم إلا من رحم ربنا جل وعلا. هذا دليل أيها الإخوة الكرام، عندما أعطي الفرصة بدأ في التجني، بدأ في 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 الخروج عن الأدب وعن الذوق وعن الأخلاق مع العالم الجليل ووالدنا سماحة الشيخ. شكرا لسماحة الشيخ، السلام عليكم.